إنها امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، وقد كانت قبل الزواج لا تصلي، علما أنها تزوجت وعمرها 18 سنة. وأيضا حصل بينها وبين زوجها معاشرة في نهار رمضان لأول سنة تزوجت فيها 10 مرات جهلا منها بالحكم. والآن وقد تابت إلى الله وأصبحت مواظبة على الصلوات المفروضة والسنن، وكذلك على الصوم الواجب والتطوع، فهي تسأل عن تركها الصلاة قبل الزواج وعن معاشرتها زوجها في نهار رمضان جهلا. ماذا يجب عليها؟ وهل تلزمها كفارة عن كل مرة أم عن الجميع كفارة واحدة لأنها في شهر واحد؟ وزوجها هل يلزمه مثلها أم لا؟ وإذا كان يلزمها رغم جهلها بالحكم، فما معنى قوله تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أما بالنسبة لما حصل منها من ترك الصلاة قبل زواجها، فهذا أمر خطير وأمر شنيع، لأن ترك الصلاة متعمدا يعتبر ردة عن دين الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، ولو لم تجحد وجوبها فعليها حيال ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، وأن تحافظ على صلواتها مدة حياتها، وبذلك يكفر الله عنها ما مضى. أما بالنسبة لما حصل منها مع زوجها من العشرة في نهار رمضان، إن كانت تقصد بذلك الوطء في نهار رمضان، فهذا أمر محرم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. قال تعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالصيام يمنع من وطء الزوج لزوجته، وإذا وقع منه ذلك فإنه يكون عليه وعليها الكفارة، وهي ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، مثل كفارة الظهار. وإذا تكرر الوطء في شهر واحد من رمضان قبل التكفير، فإنه تكفي كفارة واحدة عن الجميع، فعليها هي كفارة وعلى زوجها كفارة أخرى على ما ذكرنا، ويكفيهما كفارة واحدة عن جميع المرات التي حصل فيها الوطء، ما دام أنه لم يسبق تكفير بين الوطئين. تكفي كفارة واحدة عن جميع المرات بالنسبة للشخص الواحد. نعم، الشخص الواحد. نعم. لو كانت الزوجة مكرهة في هذه الحالة، إذا أكرهت ولم يكن لها اختيار البتة، نعم، بأن ألجأها إلى هذا الشيء، فليس عليها كفارة، وعليه هو عليه الكفارة عن نفسه، والجهل لا يعذر به أحد في هذه. أما ما ذكرت من أنها جاهلة، نعم، فهذا الجهل لا يعذر به، لأنها بين المسلمين وتسمع أن الصيام واجب وأن له أحكاما، فهذا جهل لا يعذر به، لأنه بإمكانها أن تسأل وأن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى. إنما الجهل الذي يعذر به من كان بعيدا عن المسلمين، ليس عنده أحد من المسلمين، لأن نشأ في بادية بعيدة أو في بلاد بعيدة عن المسلمين، ولا يسمع شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. وأما ما ذكرت من قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أنه غفور رحيم، فالمراد بالجهالة هنا ليست الجهالة بالحكم وعدم معرفة الحكم الشرعي، وإنما المراد جهالة الذنب، لأن من عصى الله عز وجل فهو جاهل، بمعنى أنه عاصٍ لله، وهذا الجهل خلاف الحلم وخلاف العقل الذي يمنع الإنسان من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم. قال بعض السلف: كل من عصى الله تعالى فهو جاهل. الله تعالى أعلم. بارك الله.